ايه؟ ساعة ما قلت لك شرب مأمور الضرايب شاي بالياسمين وانت رحت وما رجعتش. ولا شاي بالنعناع حتى. شوف لي حل. انا عندي محل في الكربة بيعمل برجر حلو قوي وعايز دليفري. هبعت لك اتنين. انت بتهزر يا غلام. ايه ده؟ ايه؟ مين دي؟ معرفش. ايه يا عم؟ وقعد تقول لي ابعت لك برجر وعرايس. ما هي واحدة اهي. مش عارف دي ازاي دخلت الاوتيل من غير ما حد يديني خبر. أكيد لسه جاية حالا. أنت بتسألني أنا؟ يلا بقى كلمها وقول لها إن المأذون جاهز. يا عم مش لما نتأكد الأول إذا كانت متجوزة ولا لأ. إيه ده شوية. ما تقطعش بقى غلاب. لا ماشية لوحدها أهي. الله دي عجبتك بقى. بصراحة هي حلوة. بس يعني قلقان يعني وخايف تكون متجوزة ومتخانقة مع جوزها وجاية طفشانة منه تبقى مصيبة. وأنت هتكلكعها ليه؟ طب إيه ده بس إيه ده؟ أنا هجيب لك آخرها. آخرها معايا. أدهم؟ أيوه. أنا اللي سكنتها في الفندق بس إيه؟ بمعجزة والله. إزاي؟ بينما كنت واقف في الريسبشن. لا الريسبشن كده. صباح الخير. صباح النور جدا. الاقي عندك اوضه فاضيه بليز. حضرتك حاجزه؟ لا. طب حضرتك معاكي حد؟ لا. مش مهم تحجزي يا فندم، استاذن حضرتك بس ممكن البطاقه بس اشوفها؟ لا. باسبور، معانا باسبور؟ برضه لا. كارنيه النادي وانا همشي الدنيا. لا. والله عليك لا سكر، بس الحاجات دي كلها راحت فين يا ست بنات؟ نسيتهم في القاهره. طب اجيب لك حاجه تحلفي عليها ولا اعمل ايه؟ حضرتك كده صعبتيه عليا قوي. خلاص انا هشوف اوتيل تاني باي. لا لا استني يا فندم قبل باي وكده لا ما ينفعش حضرتك برضو كيوت و... طب سؤال يا فندم حضرتك معاكي اسم الجواز؟ لا انا اصلا مش متجوزه. دي احلى لا فيهم. نعم. قصدي يا فندم انا قعدت معايا واستشرتني فقلت ازاي اسيب بني ادمه جميله زي حضرتك كده كيوت ساذجه رايحه اوتيل من غير اي تحقيق شخصيه وتلف بقى على الاوتيلات يقول لك معاكي تحقيق شخصيه تقولي لا يقول لك مش هتطلعي بره انت يرضيكي تعملي كده في اختك؟ لا انا عارف انت هتقولي لا بالظبط يا فندم فانا بقى بالنيابه عني خدت قرار معايا ان انا اقعد حضرتك في الاوتيل على مسؤوليتي الشخصيه ويعني لو اترفدت ما تقلقيش انا هاخدني على جنب وراضيني بس اهم حاجه يا فندم احنا مش متجوزين احنا سنجل سنجل حلوه الدنيا خلصني ايه ده؟ عدنا بنت اتزان ايه؟ عقل ايه؟ بس بس مش مهم يعني هايله 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 اما جميعه برافو برافو ادهم برافو ايه يا عم انت؟ ده سكنها من غير ما ياخد منها بيانات شخصيه يا مستر غلاب يا مستر غلاب حضرتك المفروض تكون اكتر واحد فهمت انا عملت كده ليه؟ فهمت ايه؟ هو عمل كده عشان اتكلم جد انت يا ادهم يا نهار ابيض ادهم بيتغلك على عروسه انا بحبك قوي يا ادهم ميرسي جدا يا فندم بس انا مش عامل زي حضرتك بقى واخد عموله والجو ده لا احنا هنلاقي احلى بعض يا ادهم عيب عيب ده انت ابن ناس ومتربي هنلاقي احلى بعض حاضر يا فندم مش قصدي غلاب عرفت بقى اسمها ايه؟ عيب يا مستر فارس انت موقف اسيل 7 سنين في الريسبشن ده انا فخر غردقه اسمها سلمى ومش متجوزه سلمى؟ سلمى مش متجوزه كمان؟ مش متجوزه وسلمى سلمى يا سلمى تعالي يلا ده انت بجد تجنني عايز اقول لك حاجه انا تعالي يلا ما تخافيش اطمني كلمة مزنوقة عندي يلا تعالي يلا ده انت كتير يا جماعة يعني اسمع بقى الله في كلمة مزنوقة في بوقي يلا يلا الله الله ادهم عايز اقول كلمة يا ادهم سوري يا مستر غالب اتفضل لا اله الا الله سوري يا فندم اتفضل يا مستر غالب اتفضل كنت عايز اقول لك يعني انك انت اخذتك من اول نظرة ايه يعني خلاص قلتها يلا 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 سوري يا جماعة والله بندمج انا اسف صوتك حلو عامل ايه؟ خدتني من اول نظره سلك لي السكه بقى لا اسف ارفض انط على اي شغل زميل برنس معاك يعني ايه مش فاهم يعني مش هينفع ما دام هو اللي سكنها لك هو اللي كمل المشروع انا متفائل بيك قوي يا ادهم يا فندم يعني ميرسي جدا على الاطراء الجميل بس انا ليا وجهه نظر النوع بتاع سلمى ده بيحب الراجل اللي واثق في نفسه يخش هو يعمل كل حاجته يعني عارف حضرتك كده ايه من غير واسطه في حاجه يا جماعه اكمل ولا ايه اكمل عادي يعني من غير واسطه من غير عارف كده ما يبقى في حد في النص ما بينهم لان الاحساس بيبقى تقول على البدله يا جماعه انا بكمل كلامي فهو بيبقى ال سلمى يلا يلا